اهلا بحضراتكم. وفقرتنا الاولى النهارده اللي اثرنا من خلالها ان احنا نحتفل مع المحكمه الدستوريه العليا لمصر باليوبيل الذهبي ليها، هي حاضنه ومن يصون الحقوق والحريات للمواطنين المصريين، هي اللي عمقت دوله القانون على مدى عمرها، وهي اللي احنا بنعول عليها كثيرا في الحصول على حقوقنا وحرياتنا. طبعا كان هناك العديد من الفعاليات للاحتفال باليوبيل الذهبي. الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بمستشاري المحكمه الدستوريه العليا ومستشاري المحاكم الدستورية على مستوى العالم اللي جم يشاركونا هذا العيد من حوالي 50 دولة مختلفة، وبعدها اتجهوا إلى المحكمة الدستورية العليا لبدء الفعاليات، ووقعوا العديد من الاتفاقات الثنائية بين المحكمة الدستورية العليا ومحاكم العالم. سعدنا النهاردة أن احنا نعرف أصل وتاريخ المحكمة الدستورية العليا ودورها في صيانة القانون وفي تعميق الإحساس بالعدالة والنزاهة ومكافحة الفساد. معنا للحديث عن هذا الموضوع المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كل عام وحضرتك بخير. كل سنة وحضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. تحياتي لحضرتك ولكل الحقيقة قضاة مصر، يعني وهذا القضاء الحقيقة اللي بنعتز به كلنا دائما، ما هو المنبر والأساس لعودة الحقوق لأصحابها يعني. النهاردة الحقيقة بنحتفل مع سيادتك وكل سنة وحضرتك بخير دايما، وبنتكلم على اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري بالظبط، وهنتكلم عن هذه الاحتفالية الكبيرة يا فندم. في البداية كده ندي نبذة مختصرة للناس عن القضاء الدستوري. هو الحقيقة القضاء الدستوري كان أنشئ سنة 69، كان فيه المحكمة العليا موجودة، أنشئ سنة 69، وبعد كده صدر قانون بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، قانون 48 سنة 79 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. لكن قبل كده القضاء المصري تعرض للقضايا الدستورية، ما كانش فيه نصوص ساعتها وما كانش فيه مع قضاء دستوري، لكن تعرض منهم محكمة مصر مثلا اتكلمت في حاجة زي دي، محكمة تلك كان فيه موظفين هناك عملوا إضراب عن ممارسة الانتخابات، والمحكمة تلك قالت ان ده من حقهم انه يعملوا كده لان القانون اللي صدر مخالف للدستور. محكمه النقد سنه 51 اتكلمت على الدستور، محكمه القضاء الاداري اتكلمت عن الدستور. فكان في وعي من المحاكم او ادراك من المحاكم لاهميه الدستور المصري، وبالتالي كانت بتمارس نوع من انواع الرقابه الدستوريه دون ان يكون نصوص في ذلك. لما انشات المحكمه العليا ثم المحكمه الدستوريه العليا بعد هذا بقانون 48، توطدت اركان الرقابه على دستوريه القوانين واللوائح. معناها ايه حضرتك الكلام ده؟ معناها ان انا براقب هل القانون اللي انا بأساءل بيه واحاكم بمقتضاه، بحاول اوصل الى حقوقي بيه، هل القانون ده دستوري يعني متفق مع الدستور ولا مش متفق مع الدستور؟ حضرتك هتسألني طب ليه؟ السبب بسيط، لأن الدستور ده أولاً أبو القوانين، هو الدستور اللي بتتفرع عنه كل القوانين. دي نقطة تانية، إن الدستور بيتم باتفاق بين المحكومين والحاكم، يعني لابد من رضاء الشعب على الدستور طبعاً. وحضرتك شفت إن بيحصل استفتاء، يعني حصل استفتاء في السنوات الأخيرة على الدستور، وهذا حدث الاستفتاء ده معنى الناس وقفت على الدستور. يبقى لازم انا كل القوانين اللي بتصدر من السلطه التشريعيه تكون متفقه مع الدستور، حتى تكون ملبيه لطموحات الناس، لامال الناس، لمطالب الناس. هذا هو السر، فان الدستور له اليد العليا في فوق القوانين كلها. طيب الدستور هو وثيقه حقوق وحريات. تمام. الان هل المحكمه الدستوريه العليا لها رقابه سابقه على الدستور ام لاحقه؟ لان ده كان موضوع جدل شويه في الفتره اللي فاتت. لا، هي احنا في مصر رقابه لاحقه على الدستور. نعم. رقابه لاحقه. وانا يعني كنت يعني بارى ان الرقابه اللاحقه افيت في الحته دي شويه يعني. وهي يعني المحكمه بعد كده، بعد ما بيصدر القانون وبعد ما يحتك بمصالح الناس والناس بتتبين مدى مخالفه هذا القانون للدستور، بتبدا رقابتها اللاحقه على الدستور. طيب في انا هتكلم على اللائحه التنفيذيه بقى للقانون، ودي بتفرق كتير قوي يا فندم. الجزئية دي يعني كتير من يعني مذكرات أو ما يخرج عن هذه اللائحة التنفيذية كتير قوي بيبقى فيها فهم خاطئ، فبنضطر ان احنا نعود مرة تانية للمحكمة الدستورية العليا عشان تقول رأيها القانوني في هذه الجزئية.
ما بتبقاش مفسره ليه من الاول. لا هي هو انت تعرف حضرتك عارف طبعا المحكمه بتباشر رقابتها الدستوريه على القوانين واللوائح. نعم. وزي ما حضرتك بتقول ساعات اللوائح لظروف معينه يعني نعم. بتبقى غامضه بعض الشيء صحيح. او يعني مش متفقه مع نصوص او خاطئ او مش متفقه مع نصوص القانون احيانا صحيح. وبالتالي فالمحكمه الدستوريه لابد ان تباشر رقابتها على اللوائح وبتقضي في النهايه اما بدستوريه اللائحه لاتفاقها يعني مع القانون ومع الدستور او بعدم دستوريتها. طيب هنا في درجات للتقاضي علشان نضمن الحصول على اعدل حكم ممكن بالنسبه للمواطن اللي لجأ للقضاء. ففي محاكم يعني ابتدائيه استئناف ونقض. هل المواطن ممكن يلجأ على طول للطعن في قانون معين بعدم الدستوريه الى المحكمه الدستوريه العليا ولا بيتبع هذا التدرج ايضا فيما يتعلق بدستوريه القوانين؟ لا حضرتك هو طرق اقامه الدعوه امام المحكمه الدستوريه محدده. طيب. محدده ازاي يعني قد يكون في نزاع بيني وبين حضرتك امام المحكمه وانا ارتقيت ان هذا ان القانون اللي احنا بنتعامل بشانه او بنحاكم بشانه احنا الاثنين في نص مخالف للدستور فبلجا للمحكمه اللي بنشوفها تكون محكمه ابتدائيه مثلا بقول لها ان النص المعين ده الماده دي من القانون مخالفه للدستور ارجوكي يا محكمه اديني فرصه عشان اطعن عليه بالدستور. المحكمه بتبحث أقوالي وبتبحث مذكرات اللي أنا بقدمها بتشوف الناحية القانونية فإذا وجدت المحكمة أن هذا النص يحمل شبهة مخالفة الدستور بترجئ الفصل في القضية وبتديلي أجل لإقامة الدعوة الدستورية ودي وسيلة يبقى لابد من المحكمة الأول تصرح لي بإقامة الدعوة الدستورية. الوسيلة الثانية أن المحكمة في أثناء نظر نزاع موجود وبتطبق القانون ارتأت المحكمة من تلقاء ذاتها أن هذا القانون أن المادة التي يعني معروضة بشأنها النزاع فيها شبهة مخالفة للدستور فبتوقف نظر الدعوة المحكمة من تلقاء نفسها توقف نظر الدعوة وبتأمر بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا بدون مصاريف. يعني في الحالة الأولى أنا اللي برفع قضية أمام المحكمة الدستورية العليا بعد تصريح من المحكمة المختصة بدفع مصروفات. في الحالة الثانية المحكمة بتأمر بإحالة الدعوة للمحكمة الدستورية العليا بدون مصروفات. نعم. وهنا المحكمة الدستورية العليا بتقضي بقى في الدعوة. طيب هل يجوز الطعن على أحكام المحكمة الدستورية؟ إطلاقا لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز. إطلاقا. طبعا المحكمة الدستورية العليا زي ما بيقول حصن الحقوق والحريات عاوزين نستعرض مع حضرتك بعض الأحكام للمحكمة الدستورية العليا اللي انتصرت فيها فعلا الحقوق والحريات أو بعض المواقف المشرقة وأنا عارفة إن تاريخنا الحقيقة له تاريخ مشرف ومشرق جدا للقضاء المصري. لا ده كتير قوي يا فندم ده كتير قوي. أولا حماية حقوق الفرد وحرياته حقوقه الشخصية وحرياته دي مسألة المحكمة من الثمانينات والتسعينات والألفين بتقدسها بتحرص عليها بتحرص عليها تماما يعني وتحرص على يعني تدعمها بس بشرط ان حريه الفرد لا تؤدي الى تقويض دعائم الدوله. دي مساله مهمه جدا يعني حقك في التعبير ده مطلق ما بنقدرش نتكلم فيه بس لا يؤدي الى هدم الدوله الى هدم اركان الدوله مساله مهمه الاثنين لازم يبقى فيه بينهم نوع من التناسب او التوازن يعني حقك في التعبير وبقاء الدوله قويه دي نقطه. حماية الملكية الفردية مسألة مقدسة لابد من حماية الملكية الفردية وعدم يعني التعدي عليها نضحك شوية حق الرجل في الزواج تعدد الزوجات مسألة, لا مسألة ماش كلام بس دي عند الستات ما لا لا مش عند ده قانون نسائي ده قانون تاني لا هو قانون رجالي يعني من حق الراجل انه تتعدد زيجاته لا يعني حاجات بالشكل ده حق الرجل في حق الناس الافراد المواطنين في الاجتماع حقهم في الاجتماع والتعبير عن رايهم والتعبير عن حريه الراي برضه بشرط الا يتعارض مع مقومات الدوله ولا مع كيان الدوله مهم قوي. ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه لكن حق مساله قريب قوي حق الاجداد في رؤيه اولادهم. انا كان في قضيه ظريفه جدا ام يعني منفصله عن زوجها ومنعت امها يعني منعت امها انها تشوف بنتها يعني الست الجد عايزه تشوف حفيدتها فامها ام البنت الحفيده اللي هي بنت الست منعها انها تشوف امها فجت لنا في المحكمه واحنا حكمنا ان من حق الاجداد انهم الجدات والاجداد يشوفوا احفادهم اللي موجودين مع ابائهم وامهاتهم يعني وهكذا يعني حضرتك امتداد الايجار فعقد الايجار وامتداد يعني مسائل كتيره قوي المحكمه الدستوريه قضت فيها
حماية لحقوق الإنسان وحرياته الشخصية. يعني الموضوع مش بس حاجات جماعية أو حاجات مؤسسية، لكن حتى الفرد العادي البسيط ممكن يعني تعترضوا مسألة دستورية ويتم الفصل فيها من خلال حضراتكم. براعي فيها برضو حريته وحقوقه الشخصية. حقوقه الشخصية مهم جدا، حقه الملكية، حقه في التعبير، حقه في الاجتماع، كل ده حقه في التنقل. حقه في التنقل حضرتك مسألة مهمة جدا يعني. حقه في الزواج من الأجنبية مثلا، اللي هي بشكل عام كده ممارسة المواطنة. ممارسة المواطنة المواطنة يعني. انك انت ليك الحقوق كلها وتقدر تاخد حقوقك، حتى لو انت في تعطيل لبعض هذه الحقوق تعود للمحكمة الدستورية. طيب يعني خلينا نروح لهذه الاحتفالية الكبيرة. واعتقد ان ليها دلالة معالي المستشار، هذه الاحتفالية بوجود أكثر من 50 دولة يحتفلوا مع مصر، وطبعا بوجود واستقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعضاء المحكمة الدستورية العليا ومباركته الحقيقة وتهنئته. والحقيقة دي عادة سنوية دائما ما بيحرص عليها رؤساء مصر كلهم يعني. طبعا فاضل فن. هي الاحتفالية بمرور نص قرن على إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان لها وقع يعني طيب جدا عند كل الناس المهتمين بالشأن الدستوري، وأنا فوجئت الحقيقة. يعني أنا كان مسألة عادية أن أساسة الجامعة يهتموا، القضاة يهتموا بهذه المناسبة، لكن فوجئت أن الشعب الناس العاديين مهتمين بيها وبيسألوا عليها، وإيه المحكمة الدستورية وخمسين سنة وإزاي المدة فاتت بسرعة كده وإزاي ده من ناحية يعني الناحية الوطنية. الناحية الدولية بقى برضو فوجئت ان العالم كله جايين، كل من اوروبا ومن اسيا ومن افريقيا جايين عشان يشاركوا في الاحتفالية، وجايين باحساس صادق ان هم يشاركونا في هذه الاحتفالية، وبيتكلموا على اللي عملته المحكمة الدستورية العليا المصرية، الاحكام اللي اصدرتها، مساهمتها في الحفاظ على الحقوق طبعا، ويعني التأكيد على هذه الحقوق. مسألة كانت جميلة جدا. أما يعني اللي قام به فخامة الرئيس فده مسألة يعني هايلة، إن هو فخامته يعني يجتمع بأعضاء الوفود الأجنبية وأعضاء المحكمة، وإن هو تبقى الاحتفالية تحت رعايته، فدي مسألة لابد أن تذكر في التاريخ يعني، لأنها سابقة جميلة جدا وسابقة يعني هايلة. إن ده وده فخامته بيبص في الحتة دي، يعني ده نوع من يعني الإعزاز للسلطة القضائية، ونوع من التقدير للسلطة القضائية، ونوع من الاعتراف بالسلطة القضائية وأثرها في المجتمع. وكلما كانت السلطة القضائية قريبة من الناس وقريبة من المجتمع، كلما كان تأثيرها يعني مباشر على المجتمع. خليني أكد على كلام سيادتك يا فندم، والمحكمة الدستورية كان ليها مواقف واضحة جدا، وده اللي إدى الاطمئنان للمواطن المصري، منها مثلا على سبيل المثال منذ يعني وفاة حتى الرئيس السادات واغتياله في هذه الفترة، كانت المحكمة الدستورية هي اللي موجودة. بعد كده ثورة 25 يناير بترقص مصر في هذه الآونة طبعا الرئيس المحكمة الدستورية العليا، فبالتأكيد هناك ثقة متبادلة. ده فضلا عن اللي عانت في المحكمة الدستورية العليا في الفترة اللي حضرتك عارفها، والذي تم حصار المحكمة، والحضرتك عارف طبعا المحكمة دلالة على مكانتها الشديدة يعني، ودلالة ان هناك كان تربص بالمحكمة صحيح. وتخوف من احكامها لانها تكون منصفة للناس ولعدالة قضيتنا يعني. وحضرتك بعد يعني في الفترة دي تم تخفيض عدد أعضاء المحكمة في سابقة لم تحدث في تاريخ القضاء المصري. صحيح. إزاي ناس في لتقويض دورها يعني. أيوة. هو ده اللي عايز أتكلم عنه بالتحديد. وكان في بعد المحكمة كان في اتجاه يعني إحنا عرفناه إن كان في اتجاه إلى إحلال ناس تانيين غيرنا خالص في المحكمة. أيوة صحيح. ممكن يكونوا مش من أعضاء المحكمة. لا 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 مش من أعضاء من المحكمة. ناس تانية. صحيح. ويجي رئيس المحكمة واحد معين بالذات، رح يجي رئيس محكمة ملوش علاقة بالمحامين أو غيره. طب هنا بقى علشان نضمن نزاهة هذه المحكمة لأهميتها ونضمن حيادها، التشكيلة المحكمة الدستورية كيف ينبغي أن تكون؟ هل التشكيلة الحالية مثلا تشكيلة فعلا معبرة عن هذه المحكمة، وبالتالي تستطيع أن تمارس دورها في أمان واطمئنان؟ هو يعني حضرتك حاليا المحكمة الدستورية العليا بتتكون من هيئة المحكمة وهيئة المفوضين. المفوضين بيجوا بعد فترة من الفترات بيتم تصعيدهم إلى المحكمة الدستورية العليا عشان يتولوا العمل في المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي محدش كل يعني المفوض بيقضي مدة طويلة جدا في هيئة المفوضين، بيدرس ويكتب وابحاث ومذكراته بتقدم في القضية. ودي يعني انت بتفكريني بالله يرحمه الدكتور يحيى الجمل، كان
قال لي مرة في لقاء، قال لي إن المذكرات اللي بتكتبها هيئة المفوضين هي بمثابة رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه، لأن أنا ما رحت المحكمة الدستورية العليا، أنا كنت في محكمة النقد ورحت المحكمة الدستورية العليا، فوجئت إن المذكرة 200 صفحة و300 صفحة، يعني بحث أبحاث بتكلم فيها فرنسا بتعمل إيه، بلجيكا بتعمل إيه، ألمانيا بتعمل إيه، المحاكم هناك يعني بتعمل إيه في القصص اللي زي دي. فالحقيقة كانت أبحاث قيمة جدا واستفدنا بيها، ولما بنيجي نكتب الحكم بنستعين بهذه المذكرات، بنستعين طبعا بالكتب والمراجع الخارجية. فحضرتك اطمئني من الحتة دي يعني عايزين نوصل بس السادة المشاهدين إن الحكم بات ونهائي. أيوة. واعتقد كمان انه بيكون عن دراسه تصل الى الابحاث والدكتوراه بالظبط. لا تتخيل، يعني هستعمل تعبير معزنك، وهناك معاناه حتى اصدار الحكم. كلنا بنقعد نشتغل، يعني بنحرص على اختيار الحرف والكلمه الفاصله والنقطه على اساس ان صحيح. تفرق زي ما حضرتك قلت. طبعا تفرق طبعا. نحرص على هذا يعني تماما، يعني بنستعين باحكام المحكمه السابقه، لكن في الحاجات الجديده اللي بنضيفها بقى حضرتك والابحاث اللي احنا بنعملها واحنا بنكتب الحكم، لا بتاخد مننا مجهود جامد يعني. والواحد لما بيخلص الحكم بيبقى سعيد جدا. احنا سعداء بوجود قضاء مصري نطمئن لوجوده ونلجأ اليه ويكون حصن للحقوق والحريات، وسعداء بخمسين سنة محكمة دستورية عليا ومن قبل كده كمان رقابة على القوانين مستمرة من سنة 1924 تقريبا. كل عام وحضرتك بخير وكل قضاتنا الأجلاء بخير وصحة وسعادة. متشكر يا فندم. شكرا يا فندم مع المستشار. وبالتأكيد المحكمة الدستورية العليا كانت حصن أمان في نواحي وفي أوقات فارقة في عمر الوطن. الحمد لله. فكل التحية والتقدير لحضراتكم. شكر. كل مستشارين الأجلاء. شكرا جزيلا مع المستشار محمد عبد العزيز شناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق. بعد الفاصل إن شاء الله نلتقي بحضراتكم وفقرتنا الثانية والاهتمام العالمي بأوبرا عايدة في مصر، إن شاء الله هيكون من 26 ل 28 قادم بإذن الله أكتوبر، وخلونا نتابع هذه الفعاليات وهذه الأحداث في مصر الجميلة. ابقوا معنا. أنا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي، وسيدي كان فلاح وأصلي فلاح وحي على الفلاح، وأبو زرع طيب يقول حي للإصلاح، وعمال عاملين عملوا الخزف والصيني موصيني أبويا بكل فلاح، وقال لي مصر جميلة مصر جميلة خليك.